اعتقلت السلطات السودانية زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ لانتقاده قوات الدعم السريع خلال تجمع لأنصاره في ولاية غرب كردفان. قيادات في الحزب أكدت للعربية أن السلطات وجهت إلى الشيخ 6 تهم من بينها المادة 50 التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها إلى الإعدام. معنا مباشرة من لندن علي عسكوري المحلل السياسي السوداني. أهلا بك معنا أستاذ علي. في آخر ساعة ما الذي بات يحدد الاعتقال أم الإفراج في السودان لقوى المعارضة؟ مساء الخير أستاذ طاهر، أحييك وأحيي مشاهدي العربية أينما كانوا. في حقيقة الأمر بالفعل تم صباح هذا اليوم اعتقال الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني، وتم اقتياده إلى موقع لجهاز الأمن في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، ووجهت له التهم التي أوردتها. ما قاله الأستاذ إبراهيم وقد قاله قبله الإمام الصادق المهدي في حق هذه القوات، وهذه قوات جنجويد معروفة للسودانيين ومعروفة للحكومة ومعروفة لجميع العالم، وهي منذ العام 2003 ظلت ترتكب الكثير من الجرائم والتجاوزات في إقليم دارفور، واستخدمتها الحكومة حاليا إلى مناطق جديدة كجنوب كردفان ومنطقة لبيض، وقامت هناك بارتكاب بعض التجاوزات، بل غادت إلى قتل، قامت بقتل مواطن ووضعت يدها وسلبت بعض حقوق المواطنين، وحصلت كادت أن تحصل فتنة في مدينة لبيض، مما اضطر حاكم الولاية إلى توجيه إنذار نهائي لها لمغادرة الولاية، وحاكم الولاية هو الآخر مطلوب للمحكمة الجنائية، وهو أكثر إلماما بإجرامية هذه القوات، واضطرت القوات هذه القوات في نهاية المطاف إلى الخروج من الولاية قبل وقوع مواجهة وكارثة. الحكومة أنا سؤالي كان ما الذي جيد أنك قدمت هذه المقدمة لكي تطلع المشاهدين أكثر على الصورة، ولكن ما الذي بات يحدد فترة الاعتقال لقوى المعارضة وفترة الإفراج، وبعد أي موقف تحديدا ما الذي تخشى منه الحكومة أكثر؟ لماذا شاهدنا في الفترة الماضية وكأنه شبه انفراجة بين بعض قوى المعارضة والنظام السوداني، ورأيناهم في مؤتمراته وفي خطاباته أو يحضرون خطاباته، والآن عدنا إلى أولا اعتقال السيد صادق المهدي ومن ثم الآن السيد إبراهيم الشيخ، ما الذي سيحدد ذلك؟ نعم، حقيقة حكومة الخرطوم تتعامل مع قضايا أساسية ومصيرية تهم مصير البلاد، تتعامل معها بتكتيكات انتهازية لإطالة عمرها للبقاء في السلطة. هذا كل ما يحدث، لا يوجد هنالك حوار. رئيس الجمهورية طرح قضية الحوار منذ يناير الماضي، لم يحدث أي تقدم في هذه القضية، بل حصل تراجع، بعض الأحزاب تراجعت عنها وهكذا. ما يحاول نظام الخرطوم القيام به هو إمداد أو تمديد بقاؤه في السلطة لكسب المزيد من الوقت. تراجعت الحريات بعد إعلان المبادرة، في حقيقة الأمر تراجعت الحريات، وقع اعتقالات عدة لشباب، للإمام الصادق المهدي والآن للأستاذ إبراهيم الشيخ، بعض الأحزاب قامت بمراجعة موقفها كالحزب الوسط بقيادة الأستاذ غازي صلاح الدين وهكذا. هؤلاء إسلاميون يعني، ليسوا معارضة معروفة، كانوا جزء من النظام، كانوا جزء من السلطة اكزاكتلي، ويعرفون لاعيب النظام. الان اعادوا النظر في موقفهم وتراجعوا عن قضيه الحوار بعد ان اكتشفوا انها قضيه لاضاعه الوقت واطاله النظام. هذا من ناحيه، من الناحيه الاخرى يكشف استخدام هذه القوات الى الخرطوم ان النظام يعاني ازمه داخليه حتى بين مكوناته. فالنظام لم يعد يثق في الجيش ولم يعد يثق حتى في جهاز الامن نفسه، لأن هذه القوات، غاية هذه القوات عندما جاء إلى الخرطوم صرح على رؤوس الأشهاد وفي الصحف أنهم جاءوا لحماية الخرطوم، بالرغم من أن الخرطوم توجد بها القيادة العامة ويوجد بها الجيش ويوجد بها جهاز الأمن نفسه، مفهوم.
ولكن هذا مؤشر إلى أن النظام لم يعد يثق حتى في أجهزته. شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا الليلة أستاذ علي عسكوري.